مساء الخير وأهلا بكم في حلقة جديدة مميزة جدا كالعادة من طريقي مع ضيف أكثر تميز في مجاله. حلقة أو جلسة النهاردة هتكون إن شاء الله في رحاب الأدب والثقافة ومحراب الشعر والشعراء في معركة ما بين المهد واللحد للإنسان. هي معركتين بيمشوا مع بعض بالتوازي، هي معركة البقاء والارتقاء. البقاء على قيد الحياة من ملتزمات أو التزامات الحياة، من أكل وشرب وملبس ودخل وفلوس، وأنك أنت يكون لك وضع أدبي. ومعركة الارتقاء هي دي لازم تمشي بالتوازي معاها علشان ترتقي بفكرك وتكون واعي ومدرك. وأول كلمة في الشرائع السماوية في الدين الإسلامي السمح اقرأ، هو ده حدوتة النهاردة هنتكلم فيها عن الثقافة والقراءة. وزي ما قال أستاذنا الكبير العقاد أن القراءة بتضيف ألف عمر على عمرك. النهاردة لما بتكلم على أنك أنت تقدر تبحر من مكان لمكان بواسطة القراءة، والشعارات الجميلة لو حضراتكم أكيد فاكرين اللي كنا بنلاقيها على سور أو حائط المدارس، أن الكتاب خير جليس وأن القراءة هي غذاء الروح. حابين إن شاء الله تعالى نتواصل مع حضراتكم إزاي ترجع هذه الأيام تاني، ولو كانت موجودة نعظم الفايدة بتاعتها. كل هذا بنعول على المثقفين في بلدنا مصرنا الحبيبة وعلى المثقفين العرب، لأن هم يعني صمام الأمان ومعركة الوعي اللي هي دائما يعني صاحب الفخامة وفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي بينادي بيها. احنا حاليا ما عندناش رفاهية الاختيار، لا ندرك لا إما نكون مش موجودين على الخريطة. فده قصة وده موضوع النهاردة إن شاء الله. وضفنا واحد من هؤلاء المثقفين اللي موجودين بقوة ولي ثقة لي الكثير وكثير من المؤلفات في الشعر والأدب والثقافة، والتراجم ترجم الكثير من الكتب على الثقافات الأخرى، الثقافات الأجنبية اللي هي بما تتوافق مع الشرائع السماوية، بتتوافق مع ثقافتنا ومع أدبنا العربي وخصوصيتنا كعرب وكمصريين. إن شاء الله هنبحر معاه في هذا الشأن كمان. وهو رائد من رواد المدرسة التناغمية في الشعر العربي. حدوتة الثقافة المصرية ومعركة الوعي لها ناس، ومن ناسها هو ضيفي القيمة والقامة اللي مشرفنا النهاردة في طريق نتعرف عليه عن قرب، الكاتب والناقد والشاعر الكبير دكتور سيد غيث، مشرفنا النهاردة في طريق. تحياتي ليك يا دكتور، وشرف وضيف وجودك معنا. أهلا بك يا فندم، وأهلا بالسادة المشاهدين. هرجع لي لشخصك الكريم. احنا في طريقي لازم، وخصوصا حضرتك يعني ربنا كرمك ومنحك بموهبة، لان هي اساس دائما اي حاجة الواحد بيعتليها بتكون لو موجودة بموهبة ودعم من الله سبحانه وتعالى بيكون يعني مردودها افضل يعني. نعم. امتى استشعرت انك بتتذوق الشعر خصوصا؟ والله حضرتك طبعا في البدء بقول الموهبة هي منحة وهبة من قبل الله عز وجل حقيقة. وتكشفت طبعا الموهبه في الصغر، يعني مرحله ابتدائيه بدانا نخط بالقلم بعض الكلمات، وكان يسمعها طبعا والدي ويسمعوها الجماعه في البيت، يعني يثنوا عليها ويشجعوني، وطبعا يختاروا لي الكتب اللي هقرا فيها على اساس طبعا الموهبه لابد ان تثقل بالقراءة. صحيح. وعند الكبر تثقل بالدراسة. فطبعا احنا البيت كان طبعا كله أزاهرة يجيدون اللغة العربية، واللغة العربية هي الأساس طبعا. والدي كان طبعا هو اللي حببني في الشعر، كان دايما يلقي بعض الأشعار اللي كانوا بيدرسوها طبعا في الأزهر الشريف. صحيح. فحببني في الشعر واللغة، واللغة طبعا هي أصل الأشياء.
اللغة العربية هي لغة أهل الجنة، هي لغة القرآن الكريم، هي لغة الملائكة. فدايما أخرج على الناس على التلفاز وأقول لهم عضوا عليها بالنواجذ، على أساس اللغة بدأت تتفلت من بين أيادينا في ظل وجود السوشيال ميديا وهذا البحر الأزرق والسماوات التي توسعت علينا من الأفق حتى الأفق، ويعني خرجت لنا بعض الأمور اللي هي لا تمت للأدب العربي بأي صلة، ويطلقون عليه أدب عربي. الأدب العربي له صفة وسمة وكيان، بنفخر اللي احنا عرب عاربة، وبننظر للغة العربية بإعجاز. من وضع قواعدها؟ هم عرب مستعرب مستعربة. حي الزمخشري، ابن كني، ابو الاسود الدؤلي، الخليل بن احمد الفراهيد، كلهم عرب مستعربة. يعني ابن كني الملقب بابن جني هذا رومي، والباقي فوارس. يعني ده من اعجاز اللغة، اللي اللغة تجذب هؤلاء فيضعوا قواعدها. فأين نحن كعرب عاربة من هذه اللغة الجليلة، لغة القرآن الكريم؟ طيب، على ذكر أين نحن، ما ناخدها كده خطوة من البداية، أين نحن يعني نرجع لحصة القراءة والمطالعة، صح؟ نعم. راحت فين بقى حصة القراءة والمطالعة؟ صح، هي دي رقم اللبنة الأولى في أنك أنت تشكل ثقافة. لو حضرتك قلت لي والدي هو اللي حببني، فأكيد البداية كانت من البيت، ثم يليها المدرسة، والحالة العامة كمان هي اللي بتخليك يعني تستغرق في قراءاتك. هي حرك البيئة وليدة أشياء كتير قوي، ولكن الموهبة هبة من قبل الله، تواجدت فطبعا البيت كان له برضو تدعم وتنمى، والمدرسة طبعا المدرسين بتوع اللغة العربية لكن لهم حتى الآن كل الاحترام، لأنهم كانوا بيتبنون، شافوا الموهبة فكانوا طبعا يعني دايما بيوجهوني، دايما يقولوا لي اقرأ برضو في كذا وكذا. بدأت من الصغر في قراءة أمهات الكتب، وهذا ما أثقل بداخلي الموهبة وأرسى قواعد، لدرجة اللي أنا خرجت نوع جديد من فن الشعري، وهي المدرسة التناغمية الحديثة، ولها قواعدها وأسلوبها وسماتها ومواصفاتها، وذكرت في بعض الكتب. فإحنا بنقول الموهبة لوحدها ليست كافية، تمام، ولكن تسقل بالدراسة، ويتبعها كمان التشجيع، التشجيع من أهل هذا العلم. صحيح. فعندما ترى نفسك فعلا يعني تقف على أرض صلبة ووراك لفيف من الكبار، من الشخصيات الكبيرة، بيشجعوك ويقول لك لا أنت فعلا ماشي في طريق مميز جدا جدا، وطريق مغاير عن اللي موجود على السوشيال ميديا، او اللي موجود طبعا على المهاترات اللي احنا بنشوفها وبنسمعها، لان احنا كل شويه بنلاقي او من يدعون انهم شعراء كل نص ساعه منزل قصيده. لا، ده زمان حرات طبعا، وده ده خواء فكري بقى. طبعا ده من الثراء فكري، ده خواء فكري بالظبط كده. بالظبط كده، ده يعني كان زمان دكتور سر برضو على ذكر ان حضرتك اتكلم على البيئه العامه، كان يتبارى العظام والكبار ما بين شعراء وادباء بما قرا ولمن قرا، وتلخيصه كمان للكتاب، بيتباروا مع بعض في القعده، اقول لك انا قريت لشكسبير. نعم. وي وي وي. نعم. حضرتك طبعا يعني ما نلاقي كل نص ساعة خرج لنا قصيدة، أين شعراء الحوليات اللي كانت تكتب القصيدة في حول يعني عام، كانت تكتب في 4 شهور وتنقح في 4 شهور وتقرأ على مسامع الناس في أسواق الشعر في 4 شهور، يبقى هنا الثلاثة في 4 ب12 شهر هو الحول الكامل. فأين نحن من هؤلاء؟ وكانت تطلع القصيدة عصماء لدرجة اللي هي كانت تسطر بماء الذهب وتعلق على أسطر الكعبة. ما المعلقات، هذا هو الشعر، هي دي المعلقات كانت بالضبط. بالضبط، وسميت بالمعلقات إكراما لقيمتها كمان. نعم، طبعا على أسطر الكعبة، هذا المكان الشريف. ده من عظمتها طبعا. أكيد. صحيح. أكيد. يعني حضرتك شايف أن الحالة العامة اللي هي هذا الزخم اللي حاصل كتير ده مؤشر يعني كويس، ممكن يراضي. ما في طرح تاني يا دكتور عذرا، يعني أنا عندي الكلمة او الشعر هو بما تستشعره انت نفسك، بما انها طلعت الكلمه عندي يبقى انا خلاص اديت ابداع وطلعت منتج بتاعي. هيقول لك في حجر هنا على الفكر، وحجر على الثقافه، وحجر على الابداع. رد حضرتك على يعني اللي بيقول كده. هاخذ طبعا الكلام بتاع حراج ده ونقيسه على كلام العقاب.
عندما سألوه ما هو الشعر؟ قال لهم ما قشعر في الأبدان والوجدان. والوجدان والوجدان يعني معناها حتى لو كان في أي قالب نسري عمودي استشعرت بيه بالظبط كده. طيب نيجي برضو لمنطلق آخر بقى اللي هو رؤيتنا، اللي بقول إذا لم يمتلك الشاعر أدواته أدوات فلا شعر له، فلا يطلق عليه شعر. شاعر فلا يطلق عليه شعر وليس بشاعر. ليه؟ لأن الأدوات طبعا اللي هي الايه عروض الشعر اللي هي موسيقى الشعر العربي، اللغة، البلاغة، المحسنات البدعية من جناس وطباق ومقابلة وصور طبعا وإلا ما كانش تصنيف الشعر والشعراء ما بين شاعر عامي، شاعر غنائي، زجال، يعني ما كانش هينفع التصنيف ده غير لولا ان ليه قواعد بالظبط. يعني انا برضو في حلقة سابقة قلت يا جماعة يعني لا يجوز ان نخلع على انفسنا بعض الالقاب، الشاعر الكبير، الشاعر العالمي، الشاعر الدهبز، الشاعر من لقبك؟ صحيح. قلت لهم اللي فعلا اللي لقب امير الشعراء هي رابطة الشعراء اللي لقب طه حسين استوربو في فرنسا عميد الادب العربي، ودي محافل دولية. نعم، ولا يجوز ان احنا نلقب انفسنا، لا نترك المتلقي هو الذي يلقبك من خلال ابداعاتك. دلوقتي انت بتلاقي حضرتك عذر انها بتلاقي الصفحه امير الشعراء وامير الاحزان الاثنين في جنب، يعني بالتوازي كده. نعم، زي الروايات اللي طالعه جديد دلوقتي. نعم، السحر الاسود والسحر السفلي ثم يليهم السحر الابيض، يعني انت مش عارف تركيبتك ازاي وبتمشي مع الناس. الروايات طبعا احنا لو دخلنا بقى في ده هندخل برضه في القصه دي عامه، هنلاقي طبعا في كل مناحي الابداع هنلاقي فيه مهاترات. طيب، وهنلاقي طبعا الابداع الحقيقي يخلو من الجديه الا من الكبار اللي موجودين على الساحه الادبيه، اللي هم فعلا ما زالوا يحملون في ايديهم شعله التنوير على هذا البلد الطيب الذي اخرج الكبار والعلماء والجهابزه. احنا بلد الفن، بلد الايه، طبعا بلد الادب، بلد الدين. صحيح. بلد دخل عليها كوكتيل كده من النشاطات خلتنا فعلا في الصداره على مستوى طبعا هذا الكوكب. صح. هذا الكوكب. على ذكر اللي هو يعني كان القدير نجيب محفوظ، إغراقه في المحلية هو اللي وصله للعالمية. الشاهد من كلامي هو دلوقتي دكتور الرواية أو الشعر، يعني عن قراءتنا عن الأدب العربي أن الديوان الشعري هو عربي ولكن الرواية هي أوروبية أو غربية، صح؟ نعم. لهذا التوصيف صح هو ولا؟ حرج طبعا. طب ليه طغت على يعني موروثاتنا؟ نعم، ده سؤال جميل جدا جدا، أحيي حضرتك عليه. يعني الشعر هو ديوان العرب، وهذه الأجناس الأدبية المختلفة أتت إلينا من الغرب، وطبعا مصرت وعربت ولكن لا ترتقي للأدب العالمي. أكيد الأدب العالمي بنت البيئة بتاعتها. بالضبط. ولكن إحنا اتولدنا بالسليقة شعراء. هتلاقي طبعا في القبيلة عندما كان يولد شاعرا صغيرا كانت تقام الافراح 40 يوم. 40 يوم صحيح. فالشعر هو ديوان العرب، ولكن طبعا احنا بنقول اللي فيه رسائل. كانت زمان من ايام العصر الجاهلي وما قبل العصر الجاهلي كان فيه رسائل، حتى فيه رسائل للرسول صلى الله عليه وسلم عليه الصلاه والسلام حي صلى الله عليه وسلم. فبنقول اللي فيه رسائل ولكن كانت مهذبه مشذبه باسلوب جميل رقيق يناسب البيئه العربيه. ولكن اللي احنا بنشوفه حاليا من ابداعات يطلق عليها الرواية هي بعيد بعد السماء عن الأرض عن الرواية الحقيقية اللي هي أتت إلينا من الخارج ورسخت قواعدها طبعا. صحيح. روسيا طبعا، الأدب الروسي طبعا، طبعا الأدب الروسي، الأدب الفرنسي، الأدب الإنجليزي. صحيح. الأدب الأمريكي كان هو عبارة عن أكذوبة، ما كانش فيها هومنجوي، وحبوا يعملوا لهم تاريخ، جابوا هومنجوي وعمل طبعا يعني أعظم حاجة عملها العجوز والبحر، وبعد كده ما فيش. ولما دخل او حبوا يعملوا فرقعه كبيره قوي حوالين هذا الرجل، قالوا اللي هو دخل الاسلام وكده، عشان طبعا قبلك ايه صناعه النجم دي او الحاله، هي صناعه امريكا طبعا صناعة معروفه بالصناعات. لكن طبعا لا ننكر الادب الروسي طبعا وتولستوي وهذه الروائع اللي قدمها لنا، والادب الفرنسي والادب الانجليزي
حتى يقال ان شكسبير مش ما فيش شخصيه اسمها شكسبير. قرينا يعني جزء عن كده ان نعم هي يعني شخصيه هلاميه وهميه كده يعني زي جحا يقول لك مثلا ما عندناش جحا. ولكن لو نظرنا للادب العربي بتاعنا له قواعد واصول وثوابت يعني صحيح. لنبص نلاقي مثلا الحراك الصموط اللي هي المعلقات العشر التي فعلا علقت كما قلنا سلفا على اسطار الكعبه صحيح. دي لها كتابها ولها طبعا شواهدها صحيح. وحراك كانت هي ملحمة كانت تذكر طبعا البادية والحرب والكر والفر والدرع صحيح. والسيف والحصان صحيح. والناقة والبيئة بتاعتهم الحالة بالضبط كده بالضبط إيه وحبهم وبغضهم وحروبهم اللي قعدت 40 سنة وهكذا. ففي ثوابت وفي أصول في التاريخ لكن بعض الأدب اللي أتى علينا من الخارج ليس له أصول إذا بحثت عليه تحت المجهر مش هتلاقي الأصول. ولو اقتبست الاقتباس المشروع حضرتك لما تيجي تعربه أو تمصره على حسب البيئة يعني جزء من جزء خليه هيبقى أدب عربي فخليه يتوافق مع سلوكياتك وأدبياتك بالضبط ده ضروري. استأذنك احنا مشرفنا برضو جمال تاني يضاف إلى طريقي الشاعر الكبير الأستاذ أحمد سويلة. أهلا بحضرتك يا فندم. أستاذنا سمعني؟ أيوة معك تحت أمرك. تحياتي ليك يا فندم. مشرفنا في الاستوديو دكتور سيد غيث الاديب وطبعا انا عارف ان في رفيق حضرتك يعني على مدار سنوات. طبعا صديق عزيز اهلا وسهلا بيه. تحياتي ليك احمد بيه. طيب انا بقى احنا بنتكلم على طريقه فيعني استثمر وجود حضرتك معايا حابب يعني كيف يرى المبدعين دكتور سيد غيث؟ دكتور سيد طبعا يعني بيجمع بين يعني أشياء جميلة كلها يكتب البحث الأدبي والعلمي ويكتب الشعر أيضا وينشر أيضا هذه الأعمال الجميلة فهو يعني يتعامل في دائرة الأدب المحترم الذي يمكن أن يربي جيل جديد على الجمال والمحبة وعلى أيضا حب التراث العربي بكل ما فيه من جمال. أستاذنا حضرتك يعني توصيف حضرتك للمشهد الثقافي في مصر احنا كده حضرتك بعمرك وتاريخك راضي عنه بنسبة كام أو يعني تأمل في أنه هو يوصل لأنهي مرحلة يعني؟ هو مش عملية رضا أو غيره ولكن عايز أقول يعني أنبه إلى فكرة مهمة إن كل جيل من الأجيال له تجربته الخاصة التي يمكن أن يعيش بها وأن يضيف بها إلى التجارب التي سبقت. نحن مثلا في جيل الستينيات كان لنا تجربة مش مختلفة ولكنها يعني بنيناها على أسس الرواد الذين كتبوا الشعر من قبل والبس على يعني على الجيل السابق ولكن الأجيال السابقة كلها لأن مسيرة الشعر الحقيقة لا تنقطع. مسيرة الشعر هي تراكمات وهي إضافات دائمة موروث. فلما نطبق هذا الموضوع أيضا على الوضع الراهن أو راهن الشعر اليوم أو راهن الأدب بصفة عامة هنجد أن هناك تجارب كثيرة جدا من تملأ الساحة. لكن هناك مقولة مهمة وأنا دايما يعني بقولها وبؤمن بيها بقول إذا كثر الشعراء قل الشعر. الله. يعني نعم. عندنا صحيح. عدد كبير جدا صدق. من الإصدارات بالشباب وغير الشباب وغير ذلك لكن نفتقد الرؤية النقدية التي تقول هذا شعر يستحق أن يستمر أو يتوقف. صحيح. هذه هي القضية الآن عندنا أعمال كثيرة تملأ الساحة عندنا شعر عندنا قصة عندنا رواية عندنا مسرح عندنا كل ألوان الأبداع ولكن هذه الألوان جميعا تنقصها الرؤية النقدية التي تفرز وتغربل هذه الأعمال فالصالح منها هو الذي يستمر والرديء هو الذي ينطفئ ويذهب بعيدا. صحيح. هذه رؤيتي للمشهد الشعري اليوم.
تحياتي لحضرتك، واستمتعنا بهذا الكلام الأكثر من مهم وفي ثراء فكري. تحياتي ليك، وإن شاء الله تعالى تشرفنا في طريقي القدير أستاذ أحمد سويلم من عائلة عريقة ويشهد لها بالأدب والاحترام، وأن هي متداخلة كمان في الفن والثقافة في مصر. تحياتي ليك يا أستاذنا. نعم، وأضيف طبعا أستاذ أحمد سويلم أستاذنا الكبير هذه المدرسة التي تعلمنا في فصولها الشعر فعلا الأصيل، له أكثر من 140 كتاب وحصل على جائزة الدولة التشجيعية. طبعا هو غني عن التعريف طبعاً، وله بعض الـ 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 القصائد التي أدخلت في مناهج ومقررات رابعة ابتدائي وستة ابتدائي. يعني شرف كبير اللي احنا طبعا أصدقاء وإخوة، وهذا طبعا مدرسة الشعر الكبيرة. ومتوافق مع حضرتك أنه بيتكلم بحمية كمان على ما يجب أن يوصف أو يصنف أنه هو شعر أو لا شعر، وحرك ده طبعا اللي احنا ذكرناه سلفا قبل المداخلة، وقلنا اللي فعلا كسرت المهاترات وليست الإبداعات وليست الإبداعات. ففعلا هو عقب على جزئية مهمة جدا جدا جدا، عندما يكسر الشعر يقل الإبداع. طيب، فده مشكلة كبيرة، مشكلة. فاحنا عايزين نفلتر، يبقى في نوافذ تفلتر هذه الأمور بوجود طبعا النقاد. ليه؟ لأن عندما نجد بعض النصوص التي لا ترتقي لأدبنا العربي ومكتبتنا المصرية الجليلة أو هذه الأرض الطيبة اللي خرجت الكبار، نضعه تحت بؤرة أو عدسة المجهر ونقول له أنت لا تمتلك أدواتك، فاذهب بعيدا عن المشهد الثقافي المصري واترك مكانا لمن يستحقه، ومارسها كهواية ولكن ليس احتراف. طبعا أكيد. طيب، اتنين، سبب مفسدة أو ضياع أي بلد في الدنيا، ما تسألش لو كان في حالة خواء بدني في المعدة أو حالة خواء فكري. الاتنين دول لو واحد مش لاقي يأكل ومش مالي معدته أو مش مالي دماغه، الاتنين دول سبب ضياع أي دولة. ده الشاهد من كلامي، دور الأدب والثقافة والشعراء في مجابهة الفكر بالفكر وعدم استقطاب الجماعات الأخرى والإرهابيين للشباب، وإن احنا نكون ما عندناش خواء. احنا الحمد لله تعالى ما عندناش خواء في البدن وما عندناش خواء فكري، ولكن عايزين نلمع الجزء ده. نعمل ايه ودور حضراتكم ايه؟ هو حراك طبعا بنقول هوية اي بلد ينظر اليها ثقافيا في المرحلة الأولى، طبعا ليس ماديا ولا اقتصاديا، طبعا اكيد ثقافيا. اسال عن المثقف بالظبط. ده مثل انجليزي، اسال عن المثقف في المطار. بقول اللي عندنا اكتر من نسبه 40% اميين، ولكن هذا البلد الطيب كلهم مثقفين، مثقف الفطره بالظبط كده. تاخد الحاجه على فكره حكمه من جد، اذهلت الجميع. طبعا اذهلت الجميع، ازاي المصري اللي هو ممكن بتاع بائعه الجرجير تاخد منه، ولو وقفت جنبها على فكره تاخد منها حكمه يعني لم تجدها في الكتب. صحيح، لم تجدها في الكتب. صحيح. فبنقول طبعا احنا بنعول على انفسنا، وبنعول على وزاره الثقافه، وبنعول طبعا على المجلس الاعلى للثقافه، الهيئه العامه للكتاب، دار المعارف المصريه، هذه الجهات المعنيه بالثقافه اللي هي لابد ونحط تحتها طبعا خطوط ان تهتم بالكتاب الورقي، كون الكتاب الورقي اصبح طبعا هو عنوان القراءه. نعم ومتعه القراءه اصبح حراك في العدم، وطغى وبغى عليه الرابط الالكتروني اللي هو طبعا وقبلك اخطر مما يكون. بنقول الـ 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 لو حراك ماسك التابلت وبتتصفح في كتاب ما، مش بمتعه القرايه بالظبط كده. اولا التكنولوجيا سلاح ذو حدين، احنا طبعا ما مش ضد الحداثه، بنقول هيا نمسك العصا من المنتصف، ويكون في ايدنا اليمنى الكتاب وفي اليسرى التاب، وندمج ما بين الاصاله والمعاصره، وهذا وقبلك جاي. ولكن لقينا اللي الناس تركت الكتاب ترك تام، واهتمت وعولت على التاب واللاب والسمارت فون وهذه الأشياء طبعا، وكل معلوماتهم أتت من على الويكيبيديا والجوجل والكلام ده. وبحذر الناس تحذير شديد إن معظم المعلومات اللي موجودة على الويكيبيديا مغلوطة، فلا تعول عليها. عندما تريد أن تنهل معلومة حقيقية لابد أن تلجأ للكتاب، فهو المرجع. صحيح، فهو المرجع. رب العزة سبحانه وتعالى كان قادر أن ينزل كتب السماوية في سيديهات أو هاردات أو فلاشة أو لأن هي كلها أفكار أوحيت من قبل الله عز وجل لإيه؟ لصراء هذا الكوكب طبعا تكنولوجيا ومعلوماتيا وهكذا، ولكن نزله في كتب، وسيظل الكتاب موجود بين أيدينا إلى يوم يبعثون.
ولكن عايز بعض الاهتمام. سبحان الله، حتى في جزء فيها فقهي وشرعي كمان، كون انك انت تمسك الكتاب. طبعا اي ابداع من البشر لا يطهي كلام الله سبحانه وتعالى، ففي حكم شرعي انك انت تمسك المصحف بوضوء، ولكن يجوز لك انك انت تقرا من الموبايل. فمعنى كده يرجع لاهميه وقيمه قدسيه الكتاب. قدسيه الكتاب صح. ويمكن حضرتك رجعتنا لطقوس قراءات ما قبل النوم، انك ممكن تعرف ان ابنك ولا اخوك يعني لما الكتاب وقع منه وهو بيقرا، فعرفت كده انه استغرق في النوم ونام. ده متعه تانية كمان. كان في كده، ده كان بيحصل لنا فعلا، بيحصل احنا يعني الوالده كانت فعلا ليس دعاء ولكن كان بيحصل فعلا. صحيح، يعني خلاص نمنا واستغرقنا، لان هو اللي بيديك الخيال. طب هو اللي بيخليك يحصل لك ريلاكسليشن وتنام نوم هنيئا. صحيح. يعني استحضرني كلمة دلوقتي للقدير على نفس قدر حضرتك الأستاذ محمود درويش، لما قال لك أعادوا إلينا المقاهي القديمة فمن سيعيد لنا الرفاق؟ مين بقى هيعيد لينا فكرة الكتاب وتواجده وسطينا بقى؟ إحنا حضرتك طبعا ذكرنا سلفا اللي طبعا وزارة الثقافة معنية بهذا الأمر. والأسرة من الدرجة الأولى، وحصة المطالعة، وحصة طبعا والدراسة طبعا، ومركز الشباب. احنا بنقول طبعا التربية والتعليم لابد ان ترجع بعض الايه الاشياء اللي فعلا فقدت في بعض مقرراتنا وبعض مناهجنا وبعض فصولنا وبعض مدارسنا، عشان تستقيم الامور وترجع مصر بلد الريادة كما كانت. لان ابسطة الثقافة سحبت من تحت اقدامنا وقالت الى بعض الدول بدون ذكر اسماء. يعني لابد ان نرجع لهذا العرش مرة ثانية، ولن نرجع اليه الا بوجود الكتاب. طب احنا حابين نستمتع بشوف حضرتك، طب ولكن بعد هذه المداخلة الجميلة من الشاعر الكبير الاستاذ ابراهيم رضوان، اهلا بيك. اهلا بيك. اهلا بيك. اهلا وسهلا. تحياتي ليك. ربنا يخليك، وتحياتي للجميع. الله يحفظك يا فندم. الدكتور يعني سيد بيتكلم دلوقتي على حمية، على غياب المثقف الحق. حضرتك شايف ان دلوقتي المتاح والمطروح على الساحة من هذا الزخم من الانتاج الفني ده يعد شعر حقيقي، ولا هو زخم ربما واهي يعني؟ لا والله يعني انا محرج اقول لك زخم واهي. لا وطبعا يعني حاجه تزعل، شيء مخجل جدا جدا جدا. ليه بقى؟ اصل هو كل الادباء الحقيقيين ظهروا في وقت واحد واختفوا. صحيح. في وقت واحد اختفوا. الكلمه دي ارحب بالدكتور سيد غيث. اهلا بك يا استاذ ابراهيم، شاعرنا الكبير. يعني انا نسيت ارحب بحضرتك، يعني ربنا يبارك فيه. لا ربنا يخليك يا رب، ربنا يبارك فيك. انما هو طبعا عندنا امل كبير جدا ان برضه من الجيل الجديد تظهر. طب استاذنا استوقفتني، عذر على المقاطعه، استوقفتني كلمه اختفوا، يعني الكلمه في معناها الدارج يخض، هو الابداع لن ينضب يعني. برافو عليكم. يمكن انا يمكن خان التعبير المحتف كاشخاص او كاجساد. انما موجودين طبعا يوسف ادريس معانا، طبعا فتحي حداد معانا، وطلع شاهين معانا، وكل الناس العظيمه معانا يعني. تمام. انما المخرجين كلهم لو انت تلاحظ كلهم ظهروا في وقت واحد. صحيح. كله الرواد ظهروا كلهم في وقت واحد. العقاد ما تعرفين مع توفيق الحكيم، مع كل المجموعه اللي انما طبعا هو يمكن يكون برضه الفيس لعب دور كبير جدا. صحيح. النت لعب دور كبير جدا في اختفاء المواهب الجديده. طب انا هستثمر وجود حضرتك معايا ونتكلم على الابداع في مدد. يا مدد، حضرتك كانت الفكره كان الالهام، بدات القصه ازاي مع حضرتك يعني؟ هي الصراحه هي بدات الفكره مع النكسه. مع النكسه 67. مع الشرخ نفسه. انما شدي حيلك دي يمكن مش عارف برضه عندنا في المنصوره. ان دايما لما الانسان بيزور حد مريض يقول له شد حيلك. ده تعبير دارج موجود. فهو انا كنت حاسس فعلا ان مصر مريضه في هذه الفتره. فقلت لها شد حيلك، شد حيلك يا مصر، شد حيلك يا بلد. محمد نوح في الوقت ده ما كانش في نيته انه يكون ملحن او يكون مطرب. يعني هو قال لي انا ربنا بعتني عشان احيي تراث سيد درويش. الله. قلت له يا محمد طب ما تلحن. قال لا انا طبعا ما لحنش في وجود سيد درويش. في وجود. صح. زي ما حضرتك بتقول يعني الابداع بيفضل حي مدى الحياه. فهو من وجهه نظره السيد درويش ما زال موجود في الفتره دي يعني. فلما شاف مدد اختفى نوح. كنا اول مره نتعرف على بعض.
وفجأة فعلا لقيت الغنوة منتشرة على كل لسان. غناها بدأ يغنيها في المجتمعات، وبدأ يغنيها في نقابة المحامين، لحد ما طلعت الأغنية. الأغنية كانت هتاف مصر محتاجاه، والجملة فيها سر إلهي، مش أنا اللي عامله، مش أنا صاحب اللي عمل نفسه، لا ده هو ربنا اللي أراد إن جملة زي دي تطلع، بتتغنى لحد امبارح، هتتغنى بكره في ماتش الأهلي. طب هي الصراحه هي كلماتها اكثر من رائعه، وادائها كل المطربين اللي غنوها كل واحد بيغنيها بطريقته، ولكن هناك جمال يضاف تاني لما نسمعها من مصدرها. حابب بس يعني تمتعنا كده بجزء منها. مدد 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 مدد، ما تشد حيلك يا بلد، وان كان في ارضك ما شهيد فيه الف غيره بيتولد. ومدد مدد مدد مدد، ما تشد حيلك يا بلد، بكرة الوليد جاي من بعيد، راكب خيول فجره الجديد. يا بلدنا قومي واحضنيه، ده معاه بشاير ألف عيد. قوم انطق وسيبك بقى من نومة جوه الشرنقة، ده طريقنا محتاج للجلب، وإن كان في أرضك مات شهيد في ألف غيره بيتولد. ومدد مدد مدد مدد، ما تشد حيلك يا بلد، لو كان في قلبك شيء قوليه، الصمت هيفيدك بإيه؟ يا سكة مشنوقة النجوم، أنديلنا حط الدم فيه. يا بلدنا سيبك من الدموع، قومي لعي طوب الخضوع، ده الحق لسه بينجلد، وإن كان في أرضك مات شهيد في ألف غيره بيتولد. ومدد مدد مدد مدد، ما تشد حيلك يا بلد. ومدد على طول جميل. المدد الله جميل. دايما مبدع. يمكن حضرتك تلاحظ انها غير الاغنيه اللي بتتغنى دلوقتي، حقيقي اه بتتغنى دلوقتي. حبيت اسمعها من حضرتك يعني. اه يعني هو سينا الاغنيه اللي بتتغنى دلوقتي في جميع الاجهزه سينا. شد حيلك يا سينا، لان السادات كان طلب فعلا ان احنا نعمل او نفس اللحن نركبه على كلمات جديده لسينا. وان شاء الله تعالى نستمتع برضو بوجود حضرتك معانا في طريقي، ونحكي كل يعني هذا الجمال. انا بس عايز اعمل مداخله بس مع الدكتور، مع حضرتك ابراهيم طبعا، بقول له اشكرك شكرا جزيلا على هذه المداخله الطيبه، ولكن بتوجه برضو له بالشكر. عندما اكتب قصيده ويعلق عليها يقول انها كلمات لم تقرا من قبل، فهذه طبعا الكلمات بتاعته على التعليقات يعني فعلا من اجمل التعليقات اللي فعلا بعتز بيها قوي 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 من شاعر كبير. الاستاذ سيد الدكتور سيد غيث الوحيد اللي انا بعتز بيه يمكن في الوسط الادبي كله، انسان وهب نفسه لخدمه الاخرين، شيء غريب جدا، ويبذل مجهود لا يتحمله بشر. ففعلا انا من خلالكم بحييه، وبحييكم فعلا على استضافته وعلى تكريمه. انا بعتبرها انه تكريم مش استضافه، ده حق حق يعني حق، مش مجامله، ده حق مكتسب ليه والله. ويمكن انا مهما ادي له حقه مئتالي مش هوفيه. يعني انسان على نفقته الخاصه طبع لي يمكن 12 مجلد عن السيره المحمديه. قال لي ده فعلا انا بوهبه زي ما انت وهبته فعلا لله. الله، فهو انسان عظيم جدا. وما كان لله ده ما اتصل. تحياتي ليك، وان شاء الله تعالى نشوف حضرتك كده موجود معانا في استوديو طريقي. شكرا القدير استاذ ابراهيم رضوان جداً. ان شاء الله ربنا اشكرك طبعا، واشكر من طبعا من قلوبنا والله يا دكتور. انت حضرتك لا هو بصراحه الناس بتتكلم بحميه وحب. نعم، عملنا له مجموعه من الابداعات وسميناها الموسوعه المحمديه. محمد الديوان الواحد فوق ال 400 صفحه. الله. قصيده واحده في مدح الرسول صلى الله عليه وسلم، عليه افضل الصلاه والسلام. وهو معتكف حاليا على الديوان ال 12 عشان يبقوا فعلا دسته 12. من الكتب زي ما بيقولوا، اللي هو وفاه نبي الله. بيتكلم بقى طبعا عن يعني اللحظات بتاعته طبعا. الله. في سكرات الموت والموت والمفارقه. صحيح. والصحابه طبعا هم بيبكوه، والكون كله عندما اظلم لوفاه محمد صلى الله عليه وسلم. هو معتكف لعمل هذا الديوان اللي هيبقى فعلا اضافه للمجموعه المحمديه او الموسوعه المحمديه
طبعا بندعو له بالصحه والعافيه اللهم امين ويكمل هذه الموسوعه حتى تكتمل ال 100 كتاب ان شاء الله تعالى. ان شاء الله رجع لشخصك الكريم، حابين برضو نستمتع يعني بالحبب تمتعنا به من اشعار سواء عاميه او فصحى او قراءاتك يعني ما بين السطور. نعم. وحرك عارف ان يعني في مؤلفات كتيره لحضرتك ما بينه وتراجم كتيره. حرك في قصيده كنت طبعا دي من ذاكره الاعمال بتاعتي يعني طبعا الفصيحه نزلتها مزامنه مع استشهاد اذا جاز التعبير عن شيرين اللي هي الصحفيه الفلسطينيه اللي توفت طبعا صحيح من كام يوم، ونزلت طبعا مع القصيده صوره ليا وابو الطفل محمد در لانه كان في زياره لمصر هنا والتقيت بيه طبعا ويعني عزناه تعزيه واجبه وقلنا ان هذه البلد لن تخلو من الشهداء ولن تخلو من المناضلين حتى يتحرر قدسنا الشريف ان شاء الله. فطبعا هذه القصيده علق عليها الكثير والكثير وجابت السوشيال ميديا كامله. يا صاحبي السجن، ضاقت تباريح القلوب في سفرتي وخرائط البلدان ضاعت كالصواع، والعير ترحل في دجى السنوات، رحلت في ستر مخاضها، رحلت جنوبا في قطار الأربعين وهي تنشنش شعرها للمرتجى، قد ضل وحيك بالجوار ببيت لحم والخليل، حومانة التغريب في الأرض الحلال تخصني، والقدس في ملك الرحيم تعطلت، ما عدت أقدر والحدائد في يدي حتى توارت بالحجاب طهارتي، كهصور أقعده التغني بالقديم وباعني، ونخيلكم أضحى كأعمدة الطريق الملتوي، صلبت عليه كرامة الأعراب في فجر ميلادنا، والقدس للتغريب زيف كالعشق للتصديق زيف، والبنت من خضر الحياء تنصلت، بيعت مشاطة شعرها لعنوسة العلجان في كبد الخريف، وقوافل التبشير تحرم من هنا، وصهيلكم عكر لنا اليم المقدس والأواني، هاجر تزم الماء ينبع من وضوء الأنبياء، ومآذن الرحمن تنده ربها وتكبر الخمس الغوالي وتشتكي في كبرياء، لا أوجعك من صوت حق في القلوب تحشرج، اقرأ علينا من كتابك ربما طهرتني بفصاحة الكتب أسارية، تلحف بالوثير كعادته وكعادتي، لا أركن التنزيل للتوراة من غار ولا جبل، لا فارض أنا في البلوغ ولا هي بكر عوان أو عصي، فهي اخلعي أريد الشيب من طمع، ثم ارتديني صغيرتي في وهلتين على عجل، لعمرك المختوم كرها دنيتي، للموت مكفول لذي حيلي، الموت أقرب من قوسين للأجل. الله من قلبي والله على الوصف والتوصيف والواصف كمان. تحياتي لشخصك الكريم يعني. دي محرك اسمها من بيت لحم للخليل من ديوان اسمه وصايا الناسكين من المدرسة التناغمية الحديثة اللي حضرتك أسلفت عليها طبعا في بداية أو مستهل اللقاء. المدرسة التناغمية الحديثة هي دمج ما بين البين، دمج ما بين مدرسة الكلاسيكية القديمة الخليل التفعيلية اللي هي طبعا التفعيلة الخليلية، ودمج ما بين مدرسة النسر المعتدلة، دمجوا مع بعض كي تصير في تناغم، فلذلك أطلقنا عليها التناغمية بحيث اللي انت عندما تسمعها لا تستطيع ان تفرق ما بين المدرسة دي. مدرستين
اسلوبين، دمجنا ما بين اسلوبين ودمجنا ما بين شيئين اخرين، فخرجت هذه المدرسه اللي هي الاحتفاظ بالمفرده الجازله القرانيه ومعها المفرده الحياتيه البسيطه، فخرجت في تناغم ايضا. فالشعر لابد ان يطور يستحدث نفسه ويستحدث كي يواكب عصرنا الاني من سوشيال ميديا وتفاعلات وهكذا. فاحنا بنقول الشعر ليس مقتصر على الشعر العمودي اللي هو الكلاسيكي بتاع المدرسة الكلاسيكية. المفروض نخرج من هذا القالب كي نحلق في سماءات الإبداع، وهذا هو المرجو من هذه المدرسة. صحيح. قراءاتك هي كتابة مؤجلة، صح؟ نعم. طب حضرتك تنصح إيه اللي هو الجيل الجديد وعنده موهبة ولكن مش عارف الطريق الصح، بما إن احنا في طريقه، يبدأ إزاي؟ أو نصائح، أو يعني عصارة الفترة اللي حضرتك قضيتها وطولت العمر حضرتك وقراءاتك، يعمل إيه بقى للشباب اللي طالع جديد وعنده موهبة الشعر؟ طبعاً أشكر حضرتك طبعاً على السؤال الجميل ده، لأن فعلاً هو توعيد جي. ده سؤال يكمن في طياته توعيد جي. احنا بنقول عليه بالقراءة. حضرتك طبعا اردفت سلفا برضو في مستهل اللقاء اللي فعلا احنا امه اقرا. اول الايات التي انزلت على قلب محمد صلى الله عليه وسلم من فوق سبع سماوات اقرا بصيغه الامر. صحيح. بصيغه الامر لغويا بصيغه الامر اقرا. واردف الله عز وجل بايه اخرى وقال نون والقلم وما يسطرون. يبقى معناها القراءه والكتابه، ولكن ايه فضل عمل تقديم وتاخير عن القراءه اهم من الكتابه، لان محمد صلى الله عليه وسلم بعث امي. فيبقى هنا بقى هذا وده للتعظيم، تقديم التأخير للتعظيم في اللغة الذي علم البشرية جمعها، ده طبعا من الإعجاز. صحيح. صحيح. فاحنا بنقول القراءة القراءة القراءة، وكيف تقرأ؟ لابد أن تقرأ فيما تحبه، يعني تنتقي الكتب اللي تستهويك بالضبط كده. أنت متخصص في مجال إيه؟ أنت حابب إيه؟ أنت هويتك إيه؟ فتميل إلى هذا الجزء فتقرأ في هذا العلم، لأن كل اللي موجود على الأرض هذه علوم استنبطت من علم اللدني اللي علمه الله عز وجل طبعا للأنبياء والصالحين وما دون ذلك. بنقول العلم يرفع بيوتا لا عماد لها، وجه ليقفض بيوت العز والكرم. نعم. فبنقول القراءة القراءة القراءة، عندما تقرأ لا تقرأ وتعول على السوشيال ميديا والويكيبيديا وهذه المسميات المستحدثة. لا، اقرأ من الكتب، أمهات الكتب. إذا أردت أن تقرأ في الدين اقرأ لأمهات الكتب. صحيح. اقرأ في السيرة النبوية، اقرأ في كتاب الله عز وجل. إذا أردت أن تقوى عزيمتك في اللغة لابد أن تعتكف على كتاب الله، فهو المرجع. على ذكر كتاب الله، كان سأل أحد الصالحين، عذر على المقاطعة، قالوا له أصعب أنواع الحرمان، فقال أن يمر عليك يوما دون أن تقرأ في القرآن. الله. هي دي بقى يعني نعم القواعد يعني. القواعد اللغويه تقاس على ثلاث. القاعده المصريه والقاعده الكوفيه والقاعده الحجازيه. عندما نعجز في ايه في رد طبعا إيه يعني كلمه او جمله او اعربها، عندك مرجعيه ثانيه هو الاساس. صح. بالظبط كده، هو المرجع والاساس. اذا كان هو نازل طبيعي تحدي للعرب بالظبط. نزل يعجز هؤلاء يعني في مفردات لم تسمع على مسامع العرب من قبل. قصورة ده اسم الأسد. طبعا ده كان تحدى بيه ربنا عز وجل العرب، لأن هو ليه 50 اسم، فده الاسم الواحد 500 اسم، فده 501 واحد بالظبط. وهذا الواحد يعني بالخمسمائة طبعا جمعوه. ما انت بتكلمنا على إعجاز والسيف حرك. والسيف له 1000 ألف. فطبعا يعني العرب احنا ماده دسمه، المفردات والزخم اللي موجود. اللغه العربيه حرك انقسمت ل 80 ألف ماده. الماده الواحده خرج منها الاف، زي مثلا السيف ما هو ماده، والاسد ماده. احنا 80 ألف. في الانجليزيه بقاموس ديفيز الجديد ده 40 ألف. 40 ألف يعني احنا الضعف. عندما نريد أن نتكلم بنتكلم بطلاقة وفصاحة وعندك بدائل المفردات طبعاً، لكن الإنجليزية محدودة.
محدوده جدا جدا جدا. فطبعا الكلمه عندهم اكتر من دلاله، احنا عندنا الكلمه الواحده لها الاف الدلاله. علشان كده من يملك ناصيه الكلمه يملك يعني المتعه كلها والجمال كله يعني. نعم، فلذلك بقول تبحر في الكلمه. صح، عليك بامهات الكتب، عليك بالقواميس، عندما تعجز في كلمه ما تقولش لا ده الكلام ده ما عادش موجود في العصر بتاعنا ده، لا ده لب اللغه، ده اصل اللغه، ده هو المرجع. تدخل الى القواميس عشان تفك رموز هذه الكلمه، عندما تكشف في القاموس وتتبحر بتحس بمتعه اكتر. التحديث والتجديد سنه الحياه، ودايما المصطلح اللي موجود وحابين كمان نفعله ونلاقيه بوضوح، التجديد الخطاب الديني والفكر الديني، برضو دور المثقفين هو مش قاصر على الامام وعلى الشيخ في على المنبر. صح يا دكتور ولا انا؟ نعم، ربما اكون يعني هو في تحفظ، هو في تحفظ طبعا عن ايه؟ لا طبعا مش خروج، هو كله هي منظومه بالظبط كده. هو طبعا انا بتحفظ بس على الايه، على التجديد. التجديد ده لابد ان يخرج من ايه، من نافي الشرعيه، من عباءه الازهر الشريف وكفى به، وهو يعني عندما يجدد على في لجنه كبار العلماء اللي يكمل المنظومه، تجيز اللي يدعم ده، مش للمثقفين دور بالظبط. اكيد. لكن طبعا طلع بقى طبعا ظاهره الاخوانه وظاهره كذا وظاهره السلفيه، كل واحد طبعا بدا دي ظواهر صوتيه بتقول لك طبعا ده تحديث وده كذا. لا، الرسول صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ لن ياتي في ديننا من جو، ومن اتى في ديننا بجديد فهو رد عليه. مش ثوابت الدين، احنا بنتكلم على طريقه لغه التوصيل كمان. طبعًا المعلومه لابد ان تتطور، لكن ثوابت الدين لا خلاف عليها، لابد ان تتطور. ليه؟ لان في المسجد طبعا او في اللقاءات اكيد في طبعا قاعد الامي وقاعد طبعا مثقف وانصاف المتعلمين وهكذا. فلا بد لهذا الخطيب او لهذا الامام او لهذا الواعظ ان يسهل ويبسط الكلمات، ما تبقاش كلمات طبعا معجميه، كلمات مكعره، كلمات مفخمه، لا يبسط الخطاب ويجعله على 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 قدر بالظبط كده المتلقي. تلقي بالظبط كده. هو طبعا ده المقصود بقى منه اللي هو تجديد الخطاب الديني. لكن هنأتي بجديد في الدين؟ لا لم نأتي بجديد في الدين. صحيح، في الدين. صحيح. تركنا محمد صلى الله عليه وسلم على المحجة البيضاء، ليلها كان لا يزيغ عنها الا هلك. ليه؟ لانه هو اكمل الدين. اليوم نزلت هذه الآية سمعوها اليهود، قالوا والله لو كانت نزلت في ديننا لفعلنا لها عيدا. الله، يعني هو خلاص دين التتمة وأتمه وتوفاه الله طبعا. فيجي حد يستحدث ما بعد ذلك على السنة أو على القرآن فهو رد عليه. ولكن زي ما حرك أسلفت فعلا، نبسط الكلام، نطور من أنفسنا، نثقف الواعظ، بدل ما كان يبقى واعظ طالع بس يقول كلام مرسل كلام محفوظ، لا نثقفه. يعني الشعراوي دخل رحمه الله عليه طبعا، رحمه الله دخل لبنى سلاسه المنطق الكلمه والاداء وحرك على فكره. صحيح. كان الايه الامي والمتعلم كله فاهم ومدرك، كله فاهم وألفاظه قويه جدا وواضحه. هذا الرجل وكان يقف على ناصيه الايه اللغه العربيه طبعا. وكان ممكن يتكلم 24 ساعه باللغه العربيه، لا يكل ولا مل، لانه معاه ماجستير في اللغه العربيه، عنده الحصيله والمحصله. نعم، ولكن كان بيتكلم بالايه باللهجه الفلاحي، ودمجها مع اللغه العربيه، ودمجها مع اللغه القرانيه، ويفسر تفسير منطقي بسيط سهل. فهو احنا عايزين هؤلاء كل ضيوفنا يعني اللي شرفونا على قدر حضرتك، المثقفين والفنانين والمبدعين، كنا بنسالهم سؤال بالنسبه كمان خصوصا لو كاتب او فنان بيأدي عمل على الشاشه. انا عندي اللي حاصل دلوقتي من دراما، جزء منه مش التعميم خطا، بالعكس دلوقتي بدات الدراما يعني تتحسن، وبيكون عنوانها الكاتب الورق الكويس ثم فنان مبدع ثم شاشه تعرض ده. اللي بيحصل دلوقتي، انا عندي ازمه ورق ولا ازمه انتاج؟ انا بتكلم على الدراما، ولا ازمه مستمع؟ والله هو طبعا هنعول في الايه في المرتبه الاولى عن 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 الورق. الورق الورق حرك الوقت بدات تطلع ظاهره غريبه قوي 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 اسمها الورشه. الورشه الورشه يعني مثلا ايه، انا عايز اعمل اعمل روايه، ينفع اللي انا اجيب صحابي واجيب اخواتي واجيب اهلي واجيب اللي احنا نعتكف نعمل روايه؟ هي مش رحله. طب بالظبط كده. باسم مين؟ ده يقول لك انا ماسك شخصيه اشرحها، وده ماسك في النهايه يطلع على فكره ما تعرفش انت عايز ايه وتقول ايه. فيلم او مسلسل او حاجه ما نفهمش هو عايز يقول ايه، لان هي كلها عباره عن يعني تخبط في الافكار. صح. مش ترابط افكار. تخبط في الافكار، انت حرك لك فكر وده في احنا. طب حرك فين خيط الموضوع؟ بدايه مثلا الموضوع. فين عنوان الموضوع اللي كان
شغله طبعا طبعا. ما قالش انا ومامتي اللي هي روزا اليوسف مثلا حسين عبد القدوس محمد عبد الحليم عبد الله شجره اللبلاب يوسف القعيد يوسف السباعي يوسف ادريس استاذ يحيى حقي مثلا ده المشهد بتاع قنديل ام هاشم قعد سنين عشان يكتب المشهد ده وحده بالظبط يعني وبقعده طبعا ليالي ما استعانش بصديق يعني ويضيف ويعيد ويزيد ويعرضه طبعا على الايه على المخرج وكان في حراك على فكره ثلاثيه ما بين المخرج والايه والممثل ده التناغم الدرامي على ذكر التناغم الشعري بالظبط كده هو سلوس سلوسيه الاغنيه حراك كانت ايه عبد الحليم ابو وهاب ام كلثوم فريد الناس دي كانت بتطلع ليه كان مثلث اغنيه جميله مكتوبه لحن جميل اداء جميل يالف على الهوى ويمثل على الهوى والتاني بيخرج على الهوى واحنا بنستمع من لا هوى عنده نعم ده لا يجوز طبعا صحيح. احنا بنقول اهم حاجه في الدنيا طبعا بعض التعميم خطا هنا صحيح هي الكلمه صحيح. لان الكلمه اصل الاشياء صحيح. وبدعو الجميع اللي هو يدخل على اليوتيوب ويسمع كلمه الكلمه لعم عبد الله غيث طبعا هتبهره هو قالها طبعا على ذكر هو عم حضرتك فعلا يعني مباشر نعم عارف نعم القديرين رحمه الله عليهم رحمه الله عليهم طبعا عبد الله غيث وحمد غيث ده عم حضرتك دول الاوائل اللي هم الجيل الجميل اللي اثروا الحياه الفنيه في مصر فخرج طبعا علينا في عصرنا الاني فئات لا تمت للفن باي صله فلذلك طبعا باظت حياة كتير إن شاء الله واحنا قلنا اللي احنا بلد الفن افضل بكل السواعد المحترمه اللي زي طبعا ربنا يبارك فيك احنا قلنا اللي احنا بلد الفن بلد الادب بلد الثقافه صحيح. بلد الدين يعني الرسول صلى الله عليه وسلم نختم بهذا الحديث والله. عندما تكسر الروايبض على المنابر والمنابر طبعا تعددت منابر طبعا. الفن منابر الادب منابر الدين منابر يعني احنا عايزين نفلتر هذه الاشياء عشان نرجع للصداره من جديد لان دي مصر ان شاء الله تعالى وهي يعني انا برضه اخد من كلام حضرتك ان هي دي مصر وكفى بها كلمه وهي الجامعه والشامله مصر الحبيبه ان شاء الله ربنا يحفظها تحياتي ليك واستمتعت والله بكلام حضرتك الثري والطيب اشكرك يا فندم شكرا جزيلا مشاهدينا خلص حلقه النهارده في جلسه عنوانها الثقافه والادب والشعر مع القدير دكتور سيد غيث الناقد والشاعر والاديب الكبير ربنا يكتب له يا رب الخير تشرف استوديو طريقي بوجوده ان شاء الله وبالمداخلات الطيبة من المتصلين نشوفكم إن شاء الله تعالى في حلقة جديدة من طريقي الشكر موصول الكاتب الصحفي مدحت محي الدين في أمان الله.